حسن بن علوش، مواليد 1997، شهر 9. أنا يوتيوبر وصحفية مبتدئة مغربية. صافي، هذه حسن بن علوش. الفكرة جاتني فاش كنت كنقرأ في البكالوريا، كان دوز واحد الفيلم مسيء للمرأة المغربية، وكنت مازال في البريباراسيون، في المرحلة ديال البريباراسيون. هاد القضية عمري ما قلتها لشي حد، وفاش دوزو انا صافي كنت بحال بغيت نهز التليفون ونصور راسي رد على، ولكن بحال داك الباك كان مخليني انني زعما نتكونسونطرا غير معاه، ما نبدا حتى حاجة. بدات او دازت ايام وغساليت الباك ديالي، مشيت زعما كانني بغيت نبدا اليوتيوب ولكن بطريقه غير مباشره، عوض ما ندير الرد ونبقى نغوت ولا نتعصب، خاصني بطريقه غير مباشره نوري لهم المراه المغربيه كيفاش كتكون، ماشي داك الشيء اللي هما واخدينه علينا. كنت بديت باللغه العربيه الفصحى، لكن عرفت ان الناس ما عرفونيش اني مغربيه، داكشي علاش اضطريت اني ندرج. واخا بزاف التعليقات كيقولوا لي احسان تكلمي بلهجه زعما اللي نقدروا نفهموك كاملين، راه عندك متابعين عرب، لكن بقيت مصره اني نتكلم باللهجه المغربيه باش نبين لهم جوانب زوينه على بلادي ويفهموني حتى هما ويتعلموا اللهجه.